مصطفى العسري مدرب الاتحاد البيضاوي وكذلك ميغيل كاموندي الذي واصل المسير مع نادي حسنية أكادير الفريق الذي أصبح الإفريقي. أمامكم تشكيلة الفريق الاتحاد البيضاوي، نعم نفس الأسماء التي كانت حاضرة في اللقاء نصفي النهائي، طبعا مع تغيير وحيد وحضور لاعب أغورام بصفة أساسية. بقية الأسماء لعبة نصف النهائي: المطيع في حراسة المرمى، بوزيد رقم 2، ديراني 4 راح 2006. انطلقت المباراة والكرة عند العناصر الحسنية وفريق الاتحاد البيضاوي. فرصة تسديدة لكن المرة الجانبية، أول إنذار بيضاوي عن طريق اللامليوي رقم 7 الذي يشكل رأس الحربة بالنسبة لفريق الاتحاد البيضاوي. الكرة مرة جانبية على الفحلي، بعد ذلك التمرير لعبد الكريم، بعد على الجهة اليسرى ينطلق عبد الكريم، ماذا سيفعل؟ بعد أن يسدد يسدد الكرة تصل بعد ذلك خطيرة لكريم البركاوي. وقفت رفقاء حدراء في تلك المواجهة، تلعب هذه الكرة من أوبيلا مرفوعة، فرصة ياسين الرامي كاد يفتتح باب التهديف في هذه اللحظات. شوف لعادة مرة أخرى، أوبيلا يرفع على القائمة الثانية على الطاير ياسين. كرة لمن؟ عبد الكريم، بعدي حول المرور، بعدي ماذا سيفعل؟ بعدي ينطلق، بعدي يراوغ، بعدي العرضية، جول ثانية. تفتتح باب التهديف عن طريق مالك سيسي بعد مجهود فردي رائع من الدول عبد الكريم. بعدي قلت لكم بأن عبد الكريم سنشاهد تقدمه وانسلاله واختراقاته ومهاراته، الكل تابع عبد الكريم. يا سلام يا بعدي، يتجاوز لاعبين ويحضر الكرة العرضية الذي يأخذ الرسمية من طرف ميغيل كاموندي. ضغط الحامل الكرة وانطلاقة سريعة من كريم، كريم المراوغ، كريم يدخل، كريم يمرر، الثاني يضيع. وكان الحل لعناصر فريق الاتحاد البيضاوي، خطا على مستوى اللي بعد، فرصة جول الطاس يعود بسرعة مشاهدينا الكرام، لامليوي يستفيد من غلطة وبتسديدة قوية، الكرة تستقر في الركن الأيسر. فرحة طاقم الاحتياط والمدرب مصطفى العسري مشاهدينا الكرام، الرد لأبناء الحي المحمدي، الرد بهذه الكيفية. لامليوي نعم يستفيد من غلطة دفاعية، كرة سريعة على الجهة اليمنى لمن؟ لكن التغطية بعد ذلك الأسرع والأقرب وبوشتا، خطأ من بوشتا أو يوسف الفحلي العرضية، يوسف هذه فرصة كريم، كريم يسدد، كريم فضل يسدد في عوض انه يمرر، كان بامكانه يمرر لزميله. مشاهدينا الكرام، كريم تكاد الكره يلعب لبودلير، لمن يا بودلير؟ يرفع راسه بودلير، يحاول التمرير في العمق، هذه فرصه، شوف المساحه، شوف المساحه، فرصه ضيع الثاني، لازالت خطيره. يا سلام يا سلام يا عبد الرحمن يا الحواصي، ينقذ الحسنية من هدف ثاني. الخطورة تأتي من جانب اللاعب الأمليوي من جديد. يا سلام يا بوتلر، كتيبة وليد الركراكي الفتح الرباطي، كان آخر مدرب خارج الديار المغربية يفوز بلقب كاس عرش. تمشي كرة على الجهة اليسرى، دي فرصة رائعة، يسددون باستمرار. أي جرأة هذه عند الطاس، أي جرأة وأي تمرد هذا عند الطاس، يهدد الدفاعات الأكاديرية. يا سلام يا عبد الكريم، راعي عبد الكريم الكنترول، يدخل عبد الكريم، بعدي يسدد بعدي، كما انت راعي يا بعدي، ينطلق كسام، كم عادل زراق، تمشي كرة هناك على الجهة اليسرى ناحية الأب، بعدي ماذا سيفعل؟ بعدي يرفع الكرة، فاز بلقب كأس العرش وهو ينتمي إلى الدرجة الثانية، انطلاقة سريعة من هناك على الجهة اليسرى، زيلا، الحكم يقول ارتكبت خطأ يا عبد الرحمن يا الحواصلي، وبالتالي مصيرك الإنذار. ضربة حرة على ضربة حرة مباشرة بن قدور، يسأل يتفيد، 6 عناصر للطاس، 7 عناصر للطاس داخل المنطقة، فرصة تسدد بعيدا من هذه الزاوية الصعبة، من هذه الزاوية الصعبة. الحكم ماذا يقول؟ إشارة لوجه، ولاحظوا هذه الجرأة لما تشوف 6-7 عناصر للطاس داخل منطقة الجزاء، فهذا في الكثير من الجرأة والمجازفة في آن واحد. هنا تلعب من أغورام، فرصة كانت خطيرة.
لحواسيك المحظوظ في هذه الكره الملي ويحاول هو التاريخ بالنسبه لنومير مع الاتحاد البيضاوي. تمشي كره ناحيه مالك سيسي، مالك سيسي مراوغه ممتازه دخول مالك سيسي، سيسي الارضيه المضيع في نهايه المطاف، المضيع يحرم السيسي من هدف ثاني، والكره تذهب الى الركنيه من وداد الياسين الرامي وسفيان البوفتيني بعد مرور ربع ساعه انطلاق هذا الشوط. الماديو بلا يرفع هذه الكره فرصه مرة تالية، الحكم يقول في ركنية من جديد، وهي الثانية لفائدة حسنية أكادير منذ انطلاق هذا الشوط الثاني. يوسف الفحلي الذي كان مفتاح التأول المتابعة للركنية والكرات الثابتة كذلك سلاح مهم للحسنية خاصة في المشوار الإفريقي. تلعب مالك سيسي عرضية، المتابعة خطيرة بعيدة، الكرة بعيدة تماما يا عبد الحفيظ يا ليرقي، فرصة من تفاعلت كما تفاعلت مع النهضة البركانية وكذلك الوداد وممثلي الأندية في إفريقيا. فرصة فرصة فرصة، الكرة في العمق يا سيسي، الكرة تحضر كما ينبغي في العمق في نهاية المطاف، يتدخل حارس المرمى مطيع في نهاية الأمر، الكرة فيها تماس، الكرة تلعب ناحية اللاعب بوزيد، يتقدم بوزيد، ماذا سيفعل ليرفع كرة داخل منطقة الجزاء مرفوعة، الكرة البوفتيني بالراس، البوفتيني يقطع هذه الكرة بالراس قبل أن تصل المليوي في نهاية المطاف. عودة للماديو بيلا، 67 دقيقة مشاهدة الكرام والنتيجة لازالت متعادلة بين الطرفين. إذن المباراة تتوقف مشاهدينا الكرام بسبب إصابة المهاجم الطاس. شوف الإعادة مرة أخرى، الكرة التي أندية البطلة عام 85 مع الجيل الذهبي لجوزيه فاريا، تمشي كرة أمامية، فرصة فرصة المتابعة من المطيع، حكم زوراق على ما يبدو سيتجه إلى الفار لأنه أعطى الإشارة، سيتجه إلى الفار ويعود ربما إلى الحالة التي وجه فيها الإنذار للاعب زيلا. هل فيها تحايل أم لا؟ شوف الإعادة، الحكم لكم ولكن أيضا ويعلن عن ضربة جزاء الاتحاد البيضاوي أم لا؟ إذا الحكم ماذا يقول في هذه اللحظة؟ أدرك الجزاء، نعم الآن يتكلف بتنفيذ ركلة الجزاء، مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المليوي أمام الحواصلي، المليوي الحواصلي، المليوي الحواصلي، المليوي يتلقى الإشارة في هذه اللحظات، يتقدم المليوي، 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 الثاني للطاس، المليوي من جديد يعود ليسجل ثاني هدف الاتحاد البيضاوي وفرحة أبناء الدار البيضاء وتحديدا الحي المحمدي، كلهم سعداء بهذا التقدم التاريخي للطاس في هذا الموعد النهائي التاريخي كذلك للاتحاد البيضاوي. شوف الإعادة مجددا، المليوي بتركيز عال بدقة متناهية ياسم حارس التقدم وعلى الكاسة التاريخية تلعب هذه الكرة الأرضية، فرصة جول ممكن، الحكم يسلم محاولة المرور، الماديو بيلا ماذا سيفعل؟ بينيا في اتجاه لاعب سيسي منقولة للجانب، من فرصة فرصة جول، لا غريب ما حصل، البوفتيني قد تندم كثيرا على تضيع هذه الفرصة. يا سلام على هذا البناء الهجومي، مالك سيسي يلعب امام الفحلي، سيسي يا سيسي سدد الاولى المطيع، صعد اللاعب الكريم بعد يلعب لسيسي كما ترى، يا سيسي يتحول هذه المرة على الجهة اليسرى يعمل مراوغة ممتازة، سيسي سيسي لا زال يحتفظ بها، سيسي ماذا سيفعل؟ او سيسي العرضية، رامي جولا، بعد البوفتيني جاء زميله في محور الدفاع اللاعب ياسين الرامي، اوه على الطاير، اوه على الطاير كما ترى يا سيسي يناور يمين المرتدات واستغلال المساحات التي قد يتركها عناصر الحسنيه. تلعب الكره اماميه راسيه، فرصه فرصه والمطيع في المكان المناسب، المطيع في المكان المناسب، المباراة ارتفع رتمها وحضرة الإثارة لأن ما خلى اللقاء وما جعل اللقاء مناسبة، طبعا مناسبة عيد الاستقلال نهائي كأس العرش، نعم يذهب لفريق الاتحاد البيضاوي، ولكن قبل ذلك هنا تسليم كأس لعميدي فتح سطات المتوج بلقب كأس العرش داخل الصالات، وسيتم كذلك تسليم
كأس العرش لعميدة فريق الجيش الملكي، نعم سيدات الجيش الملكي اللواتي فزنا بلقب كأس العرش على مستوى السيدات على حساب شباب أطلس خنيفرة. هذه هي عميدة فريق الجيش الملكي اللواتي فزنا بالأمس باللقب على حساب شباب أطلس خنيفرة. بينما يتقدم في هذه اللحظات، هي لحظات تاريخية، العميد الرحيم سيتسلم كأس العرش من يدي صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. إذن هنيئا للاتحاد البيضاوي الذي يتوج بلقب كأس العرش لنسخة 2019. ألف 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 مبروك لنادي الاتحاد البيضاوي، وحظ أوفر لنادي حسنية أكادير الذي ينتظر استحقاق مهم وهو كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. إذن هنيئا للاتحاد البيضاوي، لجماهير الاتحاد البيضاوي، وهارد لك لفريق حسنية أكادير. مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة إن شاء الله.